ضيفنا اليوم رئيس مبادرة كذا كان اليمن أحمد الهجري. نرحب بأحمد، أهلا وسهلا فيك معنا اليوم أحمد. يا أهلا وسهلا فيك وشكرا على الاستضافة. الشكر لك أحمد. أحمد، طبعا مجموعة الأسئلة اللي بسألك فيها بداية بتكون مقطفة وسريعة، بعدين بسألك أسئلة نتعرف عليك فيها أكثر وعلى المبادرة. مستعد؟ إن شاء الله. نبدأ بأول سؤال كالعادة، أوصف نفسك بكلمة. صانع أفلام. أكثر وسيلة تواصل تستخدمها؟ الانستغرام. أجمل مكان زرته في حياتك؟ أعتقد وادي دربات في عمان. جميل. مكان تتمنى زيارته؟ لندن. شخصية تتمنى مقابلتها؟ والدتي. يخليها لك. موجودة صح؟ نعم. في حضرموت. إن شاء الله تقابلها قريباً. ومجال دراستك؟ أدرس إعلام إلكتروني، الآن سنة ثالثة. جميل. طيب أولاً أحمد، لو تعرفنا على أحمد الهجري بشكل مختصر. أحمد الهجري والله صانع أفلام. بدأ في 2014 بتأسيس شركة مع مجموعة شباب اسمها راو ميديا. تأسست في اليمن إلى مطلع 2015 إلى ما بديت الحرب تزداد في اليمن. وقتها غادرت إلى ماليزيا. بدأت مرحلة التعليم من جديد، مع أني كنت أدرس جرافيك ديزاين في اليمن، بس واصلت الآن في تخصص جديد من البداية، بكالوريوس. وقربنا على التخرج، يعني الآن سنة ثالثة والحمد لله، يعني بالتوفيق إن شاء الله. طيب أحمد، سبب استضافتنا كما هو معلوم يعني هو مبادرتكم كذا كان اليمن، فما هي هذه المبادرة ومتى كانت البداية؟ مبادرة كذا كان اليمن كانت بدايتها في مطلع 2019 السنة هذه. كانت الفكرة بدايتها جاءت عن طريق اشتغلت فيلم اسمه فينا كذا فينا خير. الفيلم انعرض في فعالية أو قيمة في الجامعة في جامعتي. يتحدث عن مجموعة تجارب طلابية يحكوا تجربتهم في اليمن، بس كان الفيلم ماشي على جناحين، اللي هو جناح انه صح انه فينا الخير، بس في الوقت في الجانب الثاني انه لسه قادرين نكمل وقادرين انه ننتج الشغلات. بس كانت في نهاية الفيديو، هو الفيديو القصير اللي هو كذا كان اليمن، فكان الإقبال صراحة بعد العرض، لأنه الفعالية دائما يجولها حضور كبير، فالحضور بيقارب 1000 أو 1200 شخص، فكان ردود الفعل صراحة جدا جدا عظيمة، فحفزنا أنه ليش ما نكون شيء من جزء من الفقرة الأخيرة هذه تبع كذا كان اليمن، ليش ما نأسس شيء أكبر من كذا. فبدأت الأفكار تتجمع وتوسعت إلى جميل. أي بالضبط. جميل. طيب أحمد، إيش رأيك نروح نشوف واحد من فيديوهاتكم؟ تمام، تفضل كمل كلامك. يلا طيب. إذن أحمد، نروح نشوف واحد من فيديوهاتكم ونرجع. كذا كان اليمن. هذا شاعرنا اسمه عبد الله البردوني، كان عمل عينين بس ما كانش عمل بصيرة. دابو أصيل، أيقونة الفن الحضرمي، وتقية طويلية اللي ما يكتمل عرس صنعاني إلا وهي فيه. ذا لاعب القرن علي محسن المريسي، ودي المخدرة، واحدة من عاداتنا اليمنية في حفلات الزواج. نقيم حفل غنائي ساهر على أوتار الدان والمردوف. وهذا الفنان بدوي زبير كان أشهر من أحيا هذه المخادر. دول مش من هنا بس جايين يشوفوا اليمن، نمشي من جنبهم بس ما نفهمش كلامهم. صاحبة الخبز تمشي توزع الخبز لجيرانها، وهدول حجاجنا راجعين من الحج، أهلهم هنا بيحتفلوا برجوعهم سالمين، وأهل الحي بيربطوا لهم المدرهة كنوع من العادات. وهذه الحفلة نسميها التختيم، تكون في نص شهر رمضان بالضبط في محافظة حضرموت، يعني هزيج والأطفال تلبس جديد. كده كانت تلبس العروس في سقطرة، ودي في صنعاء، دي كانت الموضة، كده بتكون صورتك في الثمانينات. ده إحنا، مش كتير اللي تغير، الحرب مصيرها راح تعدي، لوقتها فينا الخير. أحمد، واضح أنه الهدف هو استعادة
ذكريات ما قبل الحرب، هل كان في هدف آخر غير هذا الهدف؟ بالضبط. والله في حقيقة الوضع والله كان البداية الفكرة وما فيها أنه كيف ممكن نلامس أكبر شريحة من قلوب الناس. في كثير من الذكريات اللي يمكن جيل التسعينات والألفين ما يعرفها، فحاولنا خلال الفترة قبل إنتاج النص، كان فترة أنه إيجاد المواد القديمة، ولازم نتكلم على شخصيات ممكن الكل سامع عنها بس مش مشاهدها بصريا. فحاولنا نجمع المادة هذه كاملة. والشيء الثاني اللي خدمنا كمان في العمل أنه النص كان باللغة البسيطة، اللغة البيضاء، فما كان فيها أي تكلف باللغة الفصحى عشان توصل لقلوب أكبر عدد من المشاهدين. جميل. وهذا الحمد لله اللي قدرنا نتوفق فيه يعني. ممتاز. طيب كم عدد أعضاء المبادرة اللي تشتغلوا مع بعض؟ عددنا قريب 14 شخص. واو. موزعين على عدة تقسيمات. في قسم مخصصين لإيجاد المحتوى المرئي بقسمه الفيديو والفوتوغراف. جميل. وكمان في موجود مخصصين قسم لكتابة النص، وقسم مخصصين للتدقيق اللغوي، وبالإضافة للترجمة الإنجليزية، وكمان في قسم مخصص لكتابة التصميم والمونتاج. يبارك فيكم كلكم. طيب هل معكم مواقع أو صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بالمبادرة الواحد يقدر يتابعها وكذا؟ والله نحن بدأنا كانت الانطلاقة من صفحة الانستغرام. في الشهر هذا الحالي وسعنا المجال المتابعة إلى الفيسبوك واليوتيوب. بس المنصة الأساسية بحكم أنه واليوتيوب كمان بالإضافة، بس المنصة الأساسية لنا الموضوع الانستغرام. بس الانستغرام فيديوهاته قصيرة جدا، كيف تقدروا توظفوه بهذه الطريقة؟ والله بالنسبة للسلسلة الآن اللي شغالين فيها موضوع الفنانين، حاولنا قد ما فينا أنه يعني نقتضب الأجزاء البسيطة اللي المشاهد ممكن تذكره بربط بسيط، بحيث أنه اللي بيسمعه يمكن بعدين يروح يشوفه في قناة واحدة ثانية. بس اللهم أنه الفكرة كيف تجيب اللي نقدر نقول الماستر بيس وحطها في مكان واحد في دقيقة واحدة. هذا كان موضوع تحدي. هدفك تلفت النظر بالبداية، بعدين بعد المشاهد يتولى بقية المهمة، صحيح ولا لا؟ بالضبط بالضبط بالضبط. فإيش رأيك تشرح لنا طريقة عمل الفيديوهات هذه؟ طيب نحن في صفحة الانستغرام مكونين على كل مرة مكونين صف واحد. الصف عبارة عن صور قديمة في اليمين بالإضافة للوصف باللغة العربية. في المنتصف بيكون معنا الفيديو اللي بيكون فيه القصة بالكامل، وفي اليسار المنشور نفسه باللغة العربية بس باللغة الإنجليزية عشان القارئين باللغة الإنجليزية، لأنه في متابعين بالأجانب موجودين في الصفحة. جميل. بس بالنسبة للفيديوهات زي ما ذكرت لك أنه دائما بنركز أنه نحاول أنه نجيب أبرز مثلا في سلسلة الفنانين جبنا أبرز الأغاني اللي غناها مثلا أبو بكر، ثلاثة الكوكباني، فيصل علوي، كرامة مرسال، وفي فنانين جايين كثيرين في السلسلة هذه. فحاولنا قد ما فينا أنه نجيب أكثر الحاجات البارزة خلال مسيرتهم الفنية ونذكرها خلال الفيديو. جميل. من حديثك طبعا رجعتني إلى سؤال آخر، أنتم من تستهدفوا بالضبط بهذه المبادرة؟ لأنك الآن خرجت إلى متحدثين بغير العربية. بالضبط. والله كان البداية صراحة المجتمع اليمني بشكل خاص. نعم. والمجتمع العربي بشكل عام، بس مع بداية الانطلاقة ولما وصلنا للنص حصلنا أنه في كثير من الناس، هو كان من البداية نحن بادين إنجليزي، بس مع ذلك يعني ما توقعنا أنه لا والله فيه اهتمام أكبر، أنه كمان أنه صار الموضوع أنه كنا بننزل ستوريز وكذا، فكان يدخلون من المتابعين أنه لا لازم تنزلوننا كمان بالإنجليزي. جميل جميل. ليش تعتقد؟ إيش السبب؟ أو إيش والله إيش هدف من إيش الهدف من استهدافكم بغير الناطقين بالعربية؟ والله أنا صراحة أنا واجهتني شخصيا في جامعتي، بمجرد ما تذكر الاسم اليمن يمكن بيرتبط أول تصور نمطي لها إنه اليمن بلاد الحرب فقط. جميل. فهذا كان شيء مزعجني جدا جدا بشكل كبير، إنه اليمن مش بلاد الحرب فقط، اليمن فيها فنانيها، فيها شعراءها، فيها المناطق السياحية،
فيها من العادات والتقاليد الشيء الكثير والكثير جدا. مع ذلك حرام حرام انه ينذكر فقط مجرد الحرب فقط. طبعا لازم نسلط الضوء على اكثر من قضيه. مع ذلك انت سميت المبادره كذا كان اليمن كانه انتهى يعني ولم يعد نعم. كذلك لا كذا كان اليمن لها الدلاله انه نحن بنتكلم على تاريخ اليمن، فكذا كان نتكلم على تاريخ اليمن وليس اليمن نفسه ربما. طيب اكثر مقطع انتشر للمبادره؟ الفيديو الاول اللي هو كذا كان اليمن اللي عرضته قبل شويتين. نعم. الفيديو الثاني اللي يعتبر متقارب معه اللي هو الفيديو الثلاثة الكوكباني، لانه اعتقد ان الفيديوهات اللي من الشخصيات اللي الكل يسمع عنها بس ما شاف لها ماده بصريه بشكل فعلا. كبير، فحاولنا قد ما فينا انه نجمع ماده بصريه كبيره لهم وعرضناها، فحصلنا انه ردود الفعل جدا جدا كبيره، مع انه يمكن في الشهره في فنانين اكثر منهم في الشهره، بس الناس فضلوا ثلاث الكوكباني بحكم انه ماده ما شافوها بصريا كثير. واضح انكم في طريقكم الصحيح للهدف. طيب بالمقابل ايش هي العوائق التي واجهتكم؟ والله العوائق الكبيره اللي واجهتنا، اللي انا اشوفها ما احسبها انها عوائق بقدر ما هي تحديات، اللي هي موضوع ايجاد الماده البصريه للمحتوى. لانه زي ما تعرف انه التدوين المرئي والبصري للمحتوى اليمني والتاريخ اليمني شحيح جدا فعلا. فحاولنا انه خلال الفتره قبل انطلاق المنصه جلسنا بقرابة الشهر كامل في قضيه انه ايجاد فقط محتوى والمواد البصريه، كمان في نفس الوقت انه ما كان اعتمادنا بس على الله انه ايجاد صوره فقط انتهى الموضوع. الله كان عندنا قريب اربع شغلات لازم نهتم فيها، انه موضوع ايجاد تاريخ، مكان الصوره، حكايتها، وبالاضافه الى مصور الصوره عشان نحفظ حقوقه في نفس الوقت. جميل. وكيف تواجهوا هذا التحدي؟ والله قد ما فينا انه نحاول في موضوع البحث نقدر نحاول نحصل على مصادر، حتى انه وصلنا بعض الاحيان انه تواصلنا مع مصورين بالضبط. في فرنسا كانوا في زيارات في اليمن في الثمانينات والسبعينات، فالحمد لله قدرنا نوصل يعني لاكثر من معلومه يعني من مصادر الرئيسيه. اتوقع كمان المشاهدين والمعجبين كمان ممكن يساعدوكم. والله كان لهم جدا جدا اثر كبير، لانه في اقتراحات دائما في المواضيع بيطرحوها، في صور بعض الأحيان ترتسل لنا، مع أنه جالسين الآن في خطة جديدة أنه الصفحة ما بتكونش مننا فقط، بتكون جميل. بمحتوى تفاعلي مننا ومن الجمهور بحيث أنه نمشي بسفينة واحدة. جميل. الجمهور والمشاهد دائما يعتبر مصدر أيضا. طيب ما هي خططكم لتطوير مبادرتكم؟ والله في الوقت الحالي في نفكر في موضوع معرض، لسه لحد الان ندرس موضوع الدعم والشغلات هذه اللي دائما تقام في اي معرض، فالمعارض ناويين نقيمها في عده دول. جميل. بس ممكن نبدا بها في ماليزيا، وفي عده ثلاث دول مطروحه اللي تركيا، وفي كمان في السعوديه، فلسه لحد في اليمن كمان ايضا، بس لحد الآن جالسين ندرس الموضوع، وكمان بالإضافة للموضوع فكرة أنه نطور الموضوع المنصة ونفتح موقع إلكتروني. رائع جدا. طيب كلمة تقدمها للشباب اليمني اليوم؟ صراحة أنا حاب والله أوجه رسالة أنه المنصة ما أصدرت والله عشان أنه بتكون منصة بس لعرض الصور، اللهم أنه الهدف الأكبر منها أنه قد ما فينا انه نحاول نغير تغيير الصوره النمطيه اللي ماخوذه عن اليمن في الوقت الحالي. جميل. انا من وجهه نظري اذا الصفحه بتقدر تغير تفكير 10 اشخاص فهذا نجاح بحد ذاته. رائع. لانه قد ما فينا اذا بقدرنا نغير وجهه نظر كثير من الناس عن تفكيرهم في اليمن، انه اليمن مش مجرد بلاد حرب، وان البلد فيها كثير كثير مجالات وكثير فنانين وكثير شغلات ممكن تظهر، فهذا يمكن قد بحد ذاته يعتبر إنجاز صراحة. أتمنى لكم التوفيق. طيب طموحكم بعد 5 سنوات فين تشوفوا المبادرة؟ والله أتمنى أنه توصل لشريحة أكبر وتوصل لمجتمعات غربية، بحيث أنه يمكن الغرب والغير الناطقين بالعربية ما أخذين انطباع جداً جداً كبير بالذات في مناطق الحروب.
ومنها اليمن، فيا ريت انها توصل لعدد اكبر يعني. شكرا لك احمد الهجي، اتمنى لك كل التوفيق ولمبادرتكم ايضا كل النجاح. وان شاء الله الله يسلمك يا رب، وشكرا على الاستضافه. شكرا لك.